أم معتز. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حبيت أسأل حضرتك، معلش، أنا حاليا معاش وكل فلوسي في البنك عملتها وديعة. دلوقتي أنا عشان أدفع الزكاة، هل أفك الوديعة وأدفع منها الزكاة ولا إيه الوضع؟ لا خالص، انت عايزه تقولي لي ان انت معكيش ما تنفقي بيه على نفسك الا فلوس الوديعه. بالظبط. طيب الوديعه دي بتطلع ريع، صح؟ بالظبط، تمام. بتطلع ريع دوت كل شهر او كل 3 اشهر او كل 6 اشهر، صح؟ تمام. هنطلع عشر الريع بس، ده ممكن؟ ممكن. هنطلع عشر الريع بس. تمام. ربنا يفتح عليك ويوسع عليك ويكرمك ان شاء الله، الله وينزل عليك من سحاب رحمته ان شاء الله. يا